ليفعل بالناس ثلاث أمور. الأولى يصدهم عن الحق. كم من شباب كثير لا يصلون ولا يأتون المساجد، ولربما ينشغلون بالترهات والانحراف، والكل يعلم. وأقسم بالله كل اللي بيسمعني الآن يعرف ماذا يصنع وماذا قدم. وقد قال الله: بل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. كم من شباب تركوا الحق وانشغلوا بالباطل، انشغلوا بالحرام والمنكر واللامبالاة، وتركوا طريق الاستقامة. الأمر الثاني قال: يشغلهم بالدنيا. ينشغل العبد بالدنيا، لا يأتي المسجد ولا يأتي المصحف. يا شباب اخبر القرآن تجد الإجابة محرجة. اخبار الببجي وألعاب الهواتف والكرة والمسلسلات، متى نفيق؟ متى نعود؟ متى نتوب؟ متى نرجع؟ الأمر الثالث قال: ينسيهم الآخرة. ينسيك القبر، ينسيك بأنك موقوف مسؤول محاسب. قال الله: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إخوانا أيها الناس، هذا القبر كثير من الناس يقول هكذا، يقول فلان مات واستراح، وهذا كذب. هذا كذب. لا يستريح في قبره إلا صاحب العمل الصالح، لأن الله قال: ومن كان في هذه أعمى، أي في الدنيا، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لأن الله قال: إن الأبرار لفي نعيم. يقول ابن القيم: في نعيم في دورهم الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، أي في الجنة. وإن الفجار لفي جحيم، في الدنيا وفي القبر وفي القيامة وفي النار. لماذا؟ ماذا أعددت لنفسك؟ اسمعها شباب، حكش على أنفسكم، حكش حكش على نفسك، محدش يضحك عليك. الله العظيم الودود المجيب يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ماذا أعددت لقبرك؟ ماذا أعددت للقبر؟ نفسك والهوى والشيطان والدنيا هم العدو الحقيقي لك. فهل أنت قاومت نفسك وقاومت الهوى وسعيت في الدنيا وسرت على صراط مستقيم، أم أنك بدون هدف وهوية؟ العقائد مزقناها، العقائد تركناها، أصبحنا نقلد اليهود والنصارى ونمشي معهم حذو القزة بالقزوة، حب القزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلدناهم في أعيادهم وفي شركياتهم، واتبعناهم في الموضة، وتركنا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، هذا قبر والكل آتيه والكل موقوف، ولو كان ينجو أحد من القبر لنجا منه سعد بن معاذ. وحتى لا أطيل، وقف النبي على شفير قبر معاذ، وقف النبي على شفير قبر سعد بن معاذ. مين سعد ده؟ ابن مين في البلد سعد ده؟ وظفته أي سعد ده؟ سعد شباب، سعد كان ينصر الإسلام، سعد كان يعمل في الدعوة، سعد كان موحد، سعد كان يحب الخير ويصنع الخير. اهتز لموته عرش الرحمن ومات، ولما مات دخل عليه النبي ووضع سعد على فخذه، فقال النبي: اللهم إني أمسيت راضي عن سعد، فاللهم ارضى عن سعد. هذا سعد لما وضع يا شباب
على شفير هذا القبر أخذ النبي في المقابر يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم أخذ النبي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقيل للنبي لماذا سبحت؟ ليه أنت قلت سبحان الله؟ قال لقد ضم القبر سعد ضمه حتى تألم لها سعد. لا إله ثم إلا خرش الله. عن سعد رضي الله عنه وأرضاه. لماذا خرش عن سعد يا شباب؟ طب يصلي ما كانش بيفعل منكر، لذلك ما نخافش عن اللي بيصلي، نخاف على اللي ترك الصراط المستقيم. يا شباب الدنيا صعبة، شيوخ كبار السن اعملوا، أما أنذركم الشيب، أما بان لكم العيب، أما أنذركم الشيب يا شباب. وأستطيع أن أنادي على شاب شاب من شباب العمرية أعرفهم وأعرف أخلاقهم وسلوكياتهم، وأعرف منهم من يأتي المسجد ومن لم يأتي للمسجد، أقول أما أنا لك بعد موت عبد الله والجربة والحبوني وفهد الهواري وفلان ومؤمن، أنت حنتوب؟ أنت مستنيين إيه؟ ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر يا شباب؟ لذلك عبد الله والله كان بيصلي، والله عبد الله كان من أهل المسجد أعرفه جيدا، والله كان يصوم اثنين وخميس، والله كان يؤذن في جامعته، ما كانش ليه علاقات محرمة ولا عاطفية ولا بتاع سهرات ليلة الحنة ولا يفعل كذا ولا كوتشينة ولا ظنه، عبد الله كان مصلي، لذلك ادعو له فإنه الآن يسأل وتوجه للقبلة، وادعو له لعل الله أن يفرج عنه هذه المصيبة ألا وهي الموت، وجزاكم الله خيرا.